أكد وزير البشمركة شورش إسماعيل وجود علاقات جيدة مع وزارة الدفاع العراقية، كاشفا عن خطوات جادة لتنظيم وتوحيد قوات البشمركة، ولافتا الانتباه إلى أن لجنة من بغداد ستزور الإقليم لتدقيق قوائم رواتب القوات الأمنية. تخريج ضباط البشمركة سيعطي زخما أكبر للوزارة في محاربة الإرهاب وتهديداته، وهنالك خطوات جادة لتنظيمها وتوحيدها. لجنة التدقيق من بغداد ستزور الإقليم اليوم لتدقيق قائمة رواتب القوات الأمنية، وسيتم حل مسألة الرواتب خلال الأيام المقبلة. ونؤكد أن وزارة البشمركة تتمتع بعلاقة جيدة مع وزارة الدفاع العراقية. هم أو أزمني يشتر لشر الروبر.